أنا ما رح أرتاح لحتى حقق هدفي يا جودان. بالنهاية أنا بنت زوجك، والعناد يلي أنا وردته منه رح ورجيك إياه عن قريب. ليش هيك عملتي؟ ليش منعتيني أقول الحقيقة لأليشا؟ رح نخبرها الحقيقة وقت يصير الوقت المناسب. برأيي هلأ بلاها. سنين طويلة مرت يا جودان، وأنا ما كنت بعرف إنه عندي بنت. بتتخيلي؟ شو بدنا لسه نستنى؟ لا جودان، لازم نخبرها هلأ. أنت برأيك يا أكشات إنه الحقد يلي جواتها رح يختفي بيوم وليلة؟ لا، لو شو ما حاولت تقلها وحاولت تقنعها ما رح تصدقك هلأ. شو أعمل؟ ما بدي أتركها تعيش بكذبة. بدنا وقت، لأنه هي لا بعمر مناسب لحتى تتفهم ولا وعي لا تتقبل الحقيقة. ولا تنسى هي هلأ بوضع صعب كتير، وغضبها ما رح يسمح لها تفهم حبك إلها. لا، لازم تفهم يا جودان، ما فيني أترك أليشا تفكرني إنه أنا الشخص السيء. رح تفهم هالشي، وكلنا رح نخليها تفهم هالشي. بس قبل كل هاد، نحنا لازم نخليها تهدى. لازم نخليها تصدق شي واحد، إنه أنا وأنت وكل العيلة معها ومنهتم فيها، وإنه نحنا خايفين عليها. بصراحة أنا الحق علي، كان لازم أعرف. لا أكشات، هذا مو غلطك أنت، هذا يلي صار كله غلط أنترا. هي يلي سممت عقل أليشا ضدك، وهي يلي صورتك على أنك شخص سيء كتير. بترجاك يا أكشات حاجة تلوم حالك. طيب ليك، بدي توعدني أنك ما تلوم حالك. وعدني. بالأول أنت بدك توعديني. بشو بدي أوعدك؟ إنك أنت كمان ما تلومي حالك أبداً. شو هالحكي؟ ليك يا جودان، مثل ما أنت بتحسي فيني وبتفهمي علي من نظرة واحدة، أنا كمان بحس فيكي وبفهم كتير منيح عليكي. أنا بعرف السبب اللي مخليكي توقفي جنب أليشا. أنت بدك تقدمي لها الحب والرعاية لأنه... لا أكشات، مو هيك القصة. بلا هيك القصة. أنا بعرف إنه من لما ماتت أنترا وأنت عم تلومي حالك على موتتها. اسمعيني منيح، موت أنترا كان حادث وأنت مانك مسؤولة عن هذا الشيء. صدقيني اللي صار ما كان غلطك. لهيك بترجاك يا قدام، بكفي بقى تعاقبي حالك على الجرائم اللي ارتكبها غيرك. بكفي. ليك أكشات، اسمعني شوي. بكرة أول يوم لأليشا ببيتنا، كلنا لازم نفرحها ونحسسها بمحبتنا وإنه نحن جنبها. لازم نمحي كل الكره يلي جواتها تجاهنا. رح نغيرها. بكره أول يوم إلي هون، أنا رح آخد السعادة من بيت عيلة جيندال. أنا رح أعلم هدول الكبار كيف يرتبوا حياتهم. أليشا؟ طيب قليلي شو ناوية تعملي وشو هي خططك كمان؟ بعتقد إني لازم بلش فيكي. مين اللي بلا فهم اللي قالك إنك ذكية؟ يعني عأساس عم تسألي بطريقة ماكرة؟ لا 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 لا، مو هيك قصدي، أنا بس كنت عم باخد وأعطي معي. قلتيلي شكلك بتحبي الحكي كتير. إذا بتتشاطري علي بورجيكي قيمتك. طيب خلص انسي، جبتلك كاسة حليب وحطيتلك فيها زعفران عشان تقدري تنامي بهدوء وراحة. تفضلي. في كتير شغلات انتي ما بتعرفيها عني. شو بتقصدي؟ انا بقصد انه هذا الحليب ما بيخليني نام. اذا بشرب هذا الحليب اللي مو طيب ما رح اقدر نام ولا حتى لحظة واحدة. قلك شغلة يا حضرة المغتربة؟ وقت كنا نطلب من السجانة لحتى تجيب لنا حليب، بتعرفي شو كانت تعطينا؟ كانت تعطينا كف. لهالسبب إذا حدا بيجيب لي حليب لأشربه فوراً بتذكر السجن، وبعدها بتذكر وش السجانة البشع، وبتذكر الضرب، وبعدها بحس إنه جاي عبالي
أضرب هذا الشخص بكل قوتي، لأنه هو ذكرني بالسجن. لهيك هي الغلطة لا ترجعي تعيديها، وإلا رح أعمل لك اللازم. روحي لبرا يلا. استني، شبك كل شي منيح؟ كل شي منيح ما عدا هي البنت. لك هي البنت ما فيها ولا ذرة عقل. طيب قالت لك شو ناوية تعمل؟ ما لازم نغلط ولا غلطة. هي أكيد رح تعمل كتير أغلاط، بس رح يأثروا على إيجي وجودان. نحن كل اللي لازم نعمله إنه نقعد نتفرج عليها وهي عم تخرب حياتهم. طمني، روحي نامي وارتاحي، لأنه بعد اللي رح يصير بكرة صدقيني كلياتنا رح نكون متفاجئين. شو هالطاولة هي؟ عن جد بتاخد العقل. طيب قولوا لي مين يلي عمل كل هالأكلات؟ أنا عملتن، وكل هالأكل أنا عملته خصوصي كرمال أليشا. اليوم أول يوم إلها عنا، لهيك عملت هالأكل لأنه بدي حسسها بالترحيب. شايفة ماما؟ امبارح جدان لبست وحملت حالها وراحت من البيت، واليوم هي بدها تاخد دور أصغر أم بالهند بدون أي خبرة سابقة. تخيلي هالشي؟ إيه، وإذا أنا كتير موهوبة، وبتعرف إنه ما بينخاف علي وإني قد هالشي. عن جد؟ وعندك الموهبة لتعرفي تتعاملي معي؟ كتير حلو الظاهر إنه الكل عم ينبسطوا على حسابي أنا. لا تكوني مفكرة هالشي بيخليني أتقبلك كأم. إيه ماشي، شكله مو بس أنا، أنتي عم تنبسطي على حساب الكل. صار الأكل من عند الجيران؟ أليشا، جدان عملت هذا الأكل بكل محبة كرمالك. لو سمحتي روحي غسلي وتعالي، بدنا نفطر كلياتنا مع بعضنا. بالسجن المي بتجي الساعة 6، وأنا متعودة أغسل بهالوقت. طيب رح نفطر بس على طريقتي. شو بتقصدي؟ استنى. هالصحون الإزاز البيض نحنا ما كنا ناكل فيهم بالسجن، وحتى ولا مرة أكلت بصحون مرتبة. هيك كانوا صحوننا، ليش ما بتاكلوا فيهم وبتجربوا الشعور يلي كنت حس فيه وأنا بالسجن؟ عن جد معك حق، ليكي أنا معك بهذا الحكي. صح يا أكشات، يعني إذا أليشا عم تمدلنا إيدها وعم تتعلم تتأقلم على بيتنا وعم تكون جاهزة لتتقبل عيلتنا، نحنا كمان لازم نبذل جهد من طرفنا. ماشي أليشا، رح نعمل اللي بدك ياه. رح ناكل بهدول الصحون لحتى نحس بنفس إحساسك، صح أكشات؟ ماشي، مثل ما بدك. أنا رح وزعهم على الكل. تفضلي ستي.